السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا كنت قعدت كذا سنه ما اصليش، ويعني استخفت ربنا ونويت ان انا اعيد الصلاه اللي ورايا. فدلوقتي سؤالي حضرتك، لو انا مثلا بصلي الفجر صليت ركعتين الفرض اللي عليا بتاع اليوم دوت، ينفع اصلي يعني مثلا صلاتين فجر كمان للصلاه اللي بتاعتها، ولا علشان ده وقت ما ينفعش فيه الصلاه بعد الفجر، ولا اعمل ايه عشان اعزم؟ يعني سؤالك باختصار، هل يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة؟ نعم يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر قضاها بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، أي قضاها في وقت الكراهة، فقضاء الفرائض أولى أن تقضى في وقت الكراهة. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.